كما قال شيخ الخنجر إن مشروع السيادة السياسي وضع المواطن في أعلى أولويات عمله، كما أن الحزب لن يتنازل عن مطالب إقرار قانون العفو العام والكشف عن مصير المغيبين. نتابع. من أرض ذي النون إلى قدس الأقداس غزة الصامدة بوجه هذا العدوان، السيادة أولاً من أجل حفظ حقوق جماهيرنا ومن أجل حماية هويتنا وأصالتنا، السيادة من أجل بناء وأعمار وخدمة المواطنين، وهو واجب وطني على المسؤول حسب وظيفته ومسؤوليته الرسمية. لن نسمح باستخدام تفريط الطرقات وتقديم الواجبات كدعاية سياسية لتغيير إرادة الشعب في كل جولة انتخابية. ونحن في السيادة، ومثلما عاهدناكم بعدما عاهدنا الله، لن نتراجع عن مطالبنا في إقرار قانون العفو العام وإطلاق سراح السجناء الأبرياء، ولن نتخلى عن مطالبنا بالكشف عن مصير المختفين قسرا وظلما. لن نتردد في مطالبتنا بتكريس روح المواطنة والمدنية وسحب القطاعات المسلحة وإغلاق المكاتب الاقتصادية في مدننا وخاصة في نينوى.